السلام عليكم، نستمر معكم في مادة الديجيتال كنترول في الديزاين. الآن لما نيجي نتطلع عليها زي ما حكينا سابقا، الآن اللي بنتكلم عليه لما نتكلم في الباي لينير ترانسفورميشن، هي عندي الدبليو، العلاقة بين الدبليو والزي، هذه اللي هي سميناها الباي لينير ترانسفورميشن، والزي بدها تساوي اي تو ذا اس تي. الآن المابنج عندي لو كان البولز عندي ستيبلز في الكونتينيوس بيكون ستيبل في الديسكريت، والعكس صحيح عندي في هذا المجال. هذه شكل الشكل العام اللي عندي موجود لايش؟ للبي اي دي. شكل البي اي دي اللي عندي هاي ببدأ في عندي اوميجا دبليو 1 والاوميجا دبليو 2 الموجود عندي، فالشكل تبعها بتعطيني اياه بهذا الاتجاه اللي هو عبارة، إذا بتطلع عليه على شكل فلتر الموجود عندي هان اللي هو باند ستوب فلتر، يعني هذه المنطقة اللي بصير لها فلترينج، واللي عندي بروح من الأنجل من ماينس 90 درجة ل 90 درجة الفيس كونتريبيوشن، يعني في المحصل في عندي 180 درجة. البي اي دي من اشهر انواع الكنترولر اللي بمر عليه، السبب فيه لانه سهل التعامل معه في هذا المجال. عادة بستخدمش البي اي دي كبي اي دي، بستخدم الكومبوننتس تبعاته. ايش الكومبوننتس تبعاته؟ الكومبوننتس اللي هي البي اي اللي هو يعادل اللاج، او البي دي اللي يعادل الليد اللي عندي. الان الفرق بينهم وبين بعض نيجي نتطلع عليهم في هذا المجال. الآن أنا بحكي عندي البي دي هو مكافئ للليد كومبنسيتر، والبي آي هو مكافئ لإيش؟ اللاج. الميزة في هذه في ايش؟ انتجريتور، والانتجريتور ايش بيشتغل؟ بيشتغل على السيستم تايب، يعني ايش بيسوي لهاي؟ بيزود من السيستم تايب عندي لهاي، وبهذا بيعمل لي، اذا انا بتكلم على خلينا نقول ابسط الانواع، ستيب عندي ستيب انبوت وازود السيستم تايب بواحد، معناته الستيدي ستيت ايرور بيصير له ايش؟ اليمينيشن. الان البي دي العيب فيه ايش؟ لانه انا بتكلم على الدبل، هاي كي دي في الدبليو. الان هذه لو جيت طلعت عليها الكي دي في اس، يعني هذه المنطقة لما اجي اتكلم عليها زي هيك فيها مشكلة في الامبلمنتيشن، لان انا بتكلم على فيوتشر انبوت في هذا المجال، وهذه مشكلة عندي، فدائما بحاول اضيف زيرو ات يعني فريكوانسي او بول بعيد عن الاماجينري، فبتصلح لنا هذا المجال. هذه الخطوات اللي بنتكلم فيهم في البي اي والبي دي، وعشان هيك حتى لما نتكلم هاي عشان تعطينا اوبن جين، لما انا احوله للديسكريت بحوله بهذه الطريقة. الان الكورنر فريكوانسي اللي عندي، في عندي حاجات بتكلم عليها، الاوميجا دبليو اللي هي مربوطة بالسامبلينج فريكوانسي اللي هي بتساوي اوميجا اس على باي، اللي هاد بدي اياها اصغر، او بتساوي اوميجا اس على 2، لانه الاوميجا اس لازم تكون ايش؟ اكبر من يعني توايس الهايست فريكوانسي في السيستم، يعني هذه الشانون سامبلينج ثيرم اللي قالت لي اياها في هذا المجال. الان احنا حكينا قلنا لما زي بدها تساوي البول ات زي ايكوال ماينس 1 از انستابل بات نوت ذا بول ات زي بتساوي 0، لهذا السبب انا بميل لاحط البول تبع ات زيرو
لما انا بعمل مابنج للموجود عندي. زي ما حكيت هاي البي اي دي الموجود عندي، البي اي دي الشكل تبعه دي دبليو بدي يساوي كي بي بلس كي اي في 1 على دبليو بلس كي دي في الدبليو اللي عندي. ولو عوضت عندي بدبليو بجي اوميجا دبليو اللي عندي، فبتصير عندي هادي وهادي بيمثلوا لي الإيماجينري وهادي بتمثل لي الريل زي ما أنا شايف هان عندي. الآن الماجنتيود عندي سهل أجيبه، الماجنتيود هذا لما نحولها لفيزر فور بتعطيني ماجنتيود الفيز، والماجنتيود بيساوي الريل سكويرد بلس الإيماجينري سكويرد، والفيز عندي بدي يساوي الانفرس تانجنت للإيماجينري أوفر الريل. الآن الـ KB والـ KI والـ KD such that the phase margin VM at a crossover frequency اللي هي Omega W الـ requirement إيش عندي بدي يكون؟ بدي يكون الـ اللي عندي الـ D في الـ G اللي هي اللي عندي الـ compensator في الـ plant يساوي إيش؟ 1 A والـ angle عندي ناقص 180 plus VM اللي عندي اللي هي desired اللي انا بدي اجيبها في هذا. الان الجين عندي بعباره ثانيه ايش بدي اساوي؟ الماجنتيود تبعت الدي في الماجنتيود تبعت الجي بدي اساوي ايش؟ 1، او الماجنتيود للدي بدي اساوي 1 على الماجنتيود اوف ايش؟ اوف الموجود عندي البلانت ات اوميجا دبليو 1 اللي احنا حكينا عنها اللي هي بتعطيني هذه الكرايتيريا. الآن الفيز عندي تبعت الكمبنسيتر والفيز تبع البلان ات اوميجا دبليو 1 يساوي بلس اور ماينس 180 درجة زائد الفي ام، او بعبارة تانية الفيز تبع الكمبنسيتر بتساوي بلس اور ماينس 180 درجة بلس في ام ناقص الفيز تبع البلان ات اوميجا دبليو 1. الان سينس الكي بي بدي يساوي عندي هذه المعادله عندي للكمبنسيتر، لانه الكمبنسيتر بدي يساوي بدي يعطيني اياه على هذا الشيء، وهذه اللي عندي الاي جي تيتا بدي يساوي ايش؟ كوساين تيتا بلس جي ساين تيتا. معناته هذا الموجود عندي بدي يعطيني الريل، وهذا الجزء الثاني اللي هو مع جي ساين تيتا بده يعطيني ايش؟ الايماجينري. يعني بعباره ثانيه الكي بي بده يساوي الكوساين تيتا على الماجنتيود للبلانت ات اوميجا دبليو 1. واللي عندي الموجود الكي دي في الاوميجا دبليو 1 ماينس الكي اي في 1 على اوميجا دبليو 1 بده يساوي 1 على الماجنتيود للبلانت ات اوميجا دبليو 1 في الساين تيتا اللي عندي. الان للفيز لاج التيتا بتبقى اقل من زيرو، لانه قلنا بدها تعطينا ايش؟ نيجاتيف فيز، فمعناته الساين اقل من زيرو معناته بنستنتج الكي دي في الاوميجا دبليو 1 اصغر من الكي اي 1 على اوميجا دبليو 1، ونفس الشيء هنا العكس للفيز ليد. يعني increasing KD increases the bandwidth، increasing KI decreases the steady state error اللي عندي، provide that the system retain an acceptable gain margin الموجود. لو الكونديشن الاثنين satisfied varying KI and KD will change the gain margin while the phase margin remain unchanged. الآن يعني بعبارة تانية هذه المعادلة اللي بتهمني اللي هي تيتا بدها تساوي بلس أو ماينس 180 درجة بلس في أم ماينس الفيز اللي عندي للبلانت أت أوميجا دبليو 1. الكروس أوفر فريكوانسي أوميجا دبليو 1 must be chosen depending on whether the PID controller should be of leading phase or lagging فيز. اللي عند زي ما حكينا عندي اوميجا دبليو 1 should be chosen وير اللي عندي الماجنتيود الفيز اللي عندي كونتريبيوشن للاوميجا دبليو للبلانت ات اوميجا دبليو 1 بده يكون اصغر او بتساوي بلس اور ماينس 180 درجه زائد في ام، اللي لو انا ايش بدي هنا بدي ليدنج فيز اللي عندي، او العكس اللي عندي هذا تكون اكبر او بتساوي بلس اور ماينس 180 درجة زائد في ام لو عندي لاجينج فيس. ناخذ بريك وبنكمل
كمان شوية إن شاء الله في هذا المجال.